الصلاة على الصلاة. السجن طرق ده ليه؟ ده وانا كله قاندة. دنوس دنوس انزل يا نوسة، انزل يا جميل في الساح. نوسة ايه الحلاوة دي يا نوسة؟ الحمد لله على السلامة. وايه اللبس الحلو ده؟ بس الرقع الحاشي برضه يا نوسة، ده انا جايب زفة حسب الله، هعمل لك احلى دفع فيك يا ناطر. يلا يا نوسة بطيال. يلا على السلامة يا نوسة. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ انت ما عندكش دم ولا ايه؟ ده انت اللي حبيتها. يلا بينا يا نوسة. يا جدع بقول لك اعملها معاك على باب السجن. بس بقى يا ابني انت الله. يلا يا نوسة. يلا فين؟ نوسة تدخل تاني وهتيجي معايا انا. يا عم ريحنا منك بقى. يا عم غرفة ضيقة انت. انت عايز ايه؟ ايه بقى؟ فتح نوسة. نوسة. ارفع يا نوسة. ارفع نوسة. من دوب يا نوسة. نوسة. ارفع يا نوسة. ارفع نوسة. ارفع فين يا نوسة؟ ارفع فين؟ بدك يا نوسة. عايز ايه يا معلم؟ بقول لك ايه، تعمل على شويه دول، انت عايز تاخد مني يا ابني. ارحمني بقى. الناس دي معاك ولا ايه؟ نوسة ما تبطل يا نوسة. انت بتعمل مزيكا على مين؟ اهلا اهلا يا حبيبتي. وحشتيني قوي يا حاجه وحيده. انت اللي وحشتيني. قولي لي عملت اللي اتفقنا عليه؟ بالظبط زي ما اتفقنا يا حاجه. بس عمر، عمر صعب عليا قوي. الله، هنرجع نحن تاني؟ يبقى هنبوظ اللي اتفقنا عليه. ما تخافيش يا حاجه، ما فيش حاجه هتبوظ. قولي لي حتى مطرح قلبك ايه؟ حجر صوان. برافو عليك يا بنت، برافو عليكي. سعاده باشا، سعاده باشا، سعاده باشا، عمر بيه وصل. ياه، طب الحمد لله. هو فين دلوقتي؟ دخل الأوضة بتاعته يريح شوية، قال لي عبال ما الفرح يشتغل يعني. طب كويس، أنا كنت خايف لك وبروح للبنت الرقاصة دي. رقاصة؟ مش ممكن أبدا يا باشا، الباشمهندس يعمل العملة دي في فرح أخت منى، أنت عارف هو بيعز الست منى قد إيه؟ عصفور، بعد الفرح ما يخلص ونطمن على سفر منى، أنا عايزك تشوف لي البنت دي راحت فين. إن شاء الله. بنت مين يا باشا؟ بنت مين؟ مفيش فايدة فيك، أنت مش هتفهم أبدا، هتكون أني بنت يعني، الرقاصة. أنا عايزها تبعد خالص عن عمر. تبعد خالص يا باشا إن شاء الله. تعالي يا حبيبتي تعالي. أدي أوضتك. عجبكي؟ اللي عجباني دي تحفة يا حاج. ده لازم هو. زي ما قلتي هو. اقفلي الموبايل خالص. حاضر. أيوة كده. يا رجالة، هو أنت؟ ايه اللي جابك الساعات؟ يا سلام، ومالك شايل عبد القادر كده ومدلدل لي شراطيمك كده؟ برج من على عيشه تاني مالك؟ هتجنن. ما تتجنن يا اخويا، ابعد عني. ما كنتش فاكر نفسك جاي صلاه المجانين. الله، ما تخلص تنجز، الراجل زمانه جاي. نوسه يا ملاك نوسه. الله يحرقك انت ونوسه في ساعه واحده، مالها زفت الطين دي؟ بنت خرجت من السجن شكل تاني خالص يا جمالية. شكل تاني يعني ايه؟ برنسيس دي ولا كل خارجة من الجامعة الأمريكانية، مش من السجن يا جمالية. طبعا من الزبط اللي بتقربعه، لازم تقول أكتر من كده مليون مرة، لازم الهلفاطة اللي انت بتقولها دي. يا بنت صدقيني، دي خرجت من السجن من هنا، بصت لي من فوق لتحت ونطت في عربية. وأنا عربية يا جمالية؟ عربية آخر علاقة، آخر علاقة يا جمالية. بس على مين؟ ورحمة أمي لأجيبك يا نوسة، اللي تحت أنا، واللي ياخدها مني هاخد روح. يا حبيبي يا أخويا، هتضيع نفسك عشان البنت دي؟ ما تسيبك منها بقى. الله، ما تبص في العلالي من طلب العلا عالي. بص الهنا اللي أنا فيه، بص أختك النغنغة اللي هي فيها. حبيبي عشان خاطري اعمل معروف، سيبك منها، هتقعد تغني ظلموه جنبها وترجع تعيط لي بدل الدموع دم. عارفة جمالات، أنا أوصل للولية اللي اسمها وهيبة ديت، الولية اللي كانت معاها في السجن، هعرف أوصل لنوسة. ساعتها لو اتكلمت معاها هتحن، أنا بيني وبينها عشق قديم. طب يا أخوي، أما ترجع العشق القديم أما تعالالي، اتفضل قوم اضطر بقى زمان جوزي جاي. اضطر ده إيه؟ شوفي لي وبايك ولا شوفي لي فلوس، خليني أخلص المصلحة بتاعتي. منين؟ هو أنا قاعد على بنك ولا قاعد على بنك؟ الله، ولا تزعلي نفسك.
انا نمت هنا 14 لغايه ما نهار اسود ومنيل. لا هقوم اتصرف لك ولا اقول لك خد يلا اتفضل حبيبتي اخويا البس الجزمه وخلص. ده غير كده فهمت انا عايزه ايه. احنا لازم ناخد ورقه دي يا فندم. احنا برضو لسه ما نعرفهاش. انت تنفذ اللي بقول لك عليه وبس. انا اسف لو كنت ضايقتك. الشغله دي قعدت اوضب فيها سنه على الهادي، وطبعا انت عارف ان انا بدات من الصفر ومش هسمح لاي حد ان هو يورهولي تاني. هو ايه ده يا فندم؟ الصفر، التعب، الشقة والعرق وتعب السنين وبصة الناس ليا. وايه الداعي لكل ده يا فندم؟ حضرتك جزء من النظام وياما قدمت خدمات، خيرك وفضلك مغرق ناس كبيرة قوي في البلد. طب دي فلوسك وتبرعاتك لمشروعاتهم له مناسبة ومن غير مناسبة. النظام اللي انت بتكلمني عنه ده تعب وبياكل ناسه، زي ما تكون ماشي في غابة وخايف لحاجة تطلع لك. النظام ده زي الغابة المسمومة، ما تأمنش على روحك فيها. الغابة دي حضرتك معاك المفاتيح. المفاتيح اتغيرت، وكذاب اللي يقولك هو عارف حاجة أو فاهم حاجة. محدش عارف الغابة دي في المستقبل هيكون شكلها ايه. بصراحة بقى أنا لو من حضرتك هجيب بندقية خليها معايا علشان تحرسني في قلب الغابة دي. زمن البنادق انتهى دلوقتي، ولا القنبلة الذرية تقدر تحميك. مش فاهم. أنا أفهمك، تعمل ايه لو تلاقي كل اللي حواليك شايلين سلاح؟ تعمل ايه لو تلاقي كل الناس ماسكة بنادق وقنابل ومستنية؟ طبعا حجر، الضرب هيحصل الكل. ده انت حضرتك متشائمه قوي. بالعكس انا متفائله جدا، بس بفكر بطريقه تانية غير طريقه البنادق والهرب. امال حضرتك بتكتبي كل الحاجات دي لنوسه ليه؟ علشان اهرب. بالعكس، الغبي هو اللي يهرب ساعه الضرب، لان الضرب هيبقى جوه وبره. حتى في اوروبا وبلاد الخواجات هيطولهم الضرب، ومش بعيد هم اللي يضربوا في الاول. بصراحة كده يا أستاذة أنا غلب حماري ومش عارف أفهم أي حاجة خالص. أنا أفهمك. اتفضل. أنا الشارع علمني أهم قانون، وهو إنك تحمي حياتك وبعدين فكر في أي حاجة تانية. وأنا حياتي دلوقتي إني أسد الثغرات اللي في شغلي، بمعنى يعني ماليش لوي الدراع، وفي نفس الوقت أخترع سلاح أضرب بيه كل اللي يهوب ناحيتي. ايه هو السلاح ده يا فندم؟ نوسه. نوسه؟ ايوه، نوسه هي السلاح اللي حضرب بيه اي حد عايز يأذيني. انا